السلام عليكم، معكم عنود عبد من سولفر تو بي. رح نبلش ببروبلم جديدة. هاي البروبلم اسمها translation من الكود فورسز. هاي البروبلم تحكي انه في عنا شاب اسمه فيسيا. هذا الشاب في عنده لغتين، هدول اللغتين بده يترجم الكلمات من اللغة الاولى للغة الثانية. الفكرة فيهم انه هذول اللغتين الكلمة الموجودة باللغة الاولى هي نفسها الكلمة الموجودة باللغة الثانية بس معكوسة. فاحنا مهمتنا انه بدنا نساعد فيسيا كيف يترجم الكلمة من اللغة الاولى للكلمة من اللغة الثانية. يعني هو رح يعطينا كلمتين من اللغتين وبدنا نتأكد اذا هو مترجمهم صح ولا لا. تمام، يعني معطينا أول شيء كلمة كود ومعطينا كلمة إيدوك. كلمة كود موجودة باللغة الأولى وكلمة إيدوك موجودة باللغة الثانية. هلا إحنا حكينا شرط إنه الكلمة الأولى تكون هي نفسها الكلمة الثانية بس بالعكس. هلا شو عكس كلمة كود؟ E D O C. وعكس كلمة إيدوك C O D E. بما انه طلعت نفس الكلمة بس بالعكس معناها هو ترجمها صح. تمام، عنا هاي الكلمة الثانية اللي هي A B B A B A. هلا A B B شو عكسها؟ B B A. وعكس كلمة A B A هلا هاي الكلمة هي نفسها هاي الكلمة بالعكس؟ لا مش نفسها. هلا لما تكون الكلمة مش نفسها يعني هو ما قدر يترجم الكلمة الأولى للكلمة الثانية، معناها رح نطبع نو. تمام، هلا طريقة الحل إنه في عنا data structure اللي هي الستاك. الستاك فكرتها إنه first in last out. يعني فكرة الستاك إنه أول شي بيدخل فيها هو آخر شي بيطلع منها. تمام، يعني بدنا ندخل كلمة كود على الستاك. بدنا ندخل اول كاركتر اللي هو السي، بعدين الاو، بعدين الدي، بعدين الاي. تمام، هلا هيك احنا دخلناها. هلا لما بدنا نطلع من الستاك رح نطلع بالعكس، يعني رح يطلع الاي اول شيء، وبعدين رح يطلع الدي، وبعدين رح يطلع الاو، وبعدين رح يطلع السي. هلا بما انه هاي الكلمة هي نفس الكلمة هاي اللي هي باللغة الثانية، معناها طلع الجواب صح. تمام، هلا نجي على الكود. هلا انا بالنسبة الي رح اعمل الكود بهاي الطريقة، انه في عنا ستاك رح ندخل فيها الكلمة الاولى. احنا حكينا الكلمة لما تدخل بتطلع بالعكس. تمام، هلا الكلمة اللي طلعت بالعكس إذا كانت مساوية للكلمة الثانية اللي باللغة الثانية يعني رح يطلع الجواب يس، يعني إحنا قدرنا نترجمها صح. إذا طلعت مش نفسها معناها الجواب هو نو، يعني إحنا ما ترجمناها صح. تمام، أول شي أنا عرفت stack اللي هي stack us، وعرفت strings اللي هو us1 و us2، لانه هو بالام بتعطينا اس1 واس2 اللي هو الكلمه من اللغه الاولى والكلمه من اللغه الثانيه. تمام، هلا بدنا نعمل لهم قراءه. تمام، هلا اول شيء بدنا نفهمه انه السترينجز لازم يكونوا نفس اللينك. يعني هاي الكلمة اللينث لإلها هو 4 وهاي الكلمة اللينث لإلها هو 4. إذا كانوا متساويين باللينث بدنا نفحص إذا هم نفس الكلمة بس بالعكس. تمام، إذا ما كانوا متساويين باللينث فهي ما رح نضطر نفحص إذا كانوا متساويين بالكاركترز ولا لا، لأنه أصلا إذا اختلف عدد الأحرف فهي ما رح تكون نفس الكلمة بالعكس. تمام، يعني اول شيء بدنا نفحص اذا هم نفس اللينث ولا لا. اذا كانوا نفس اللينث رح نتاكد اذا هم نفس الكلمه نفس الكلمتين بالعكس ولا لا. اما اذا كانوا مش نفس اللينث يعني من اولها رح نطبع نو.
هلا احنا عملنا افيسيت مثل حتى نشوف اذا هم نفس الكاركترز ولا لا. هلا بدنا نشتغل الشغل لحتى نشوف انه الكلمه الاولى هي نفسها الكلمه الثانيه معكوسه ولا مش نفسها. تمام، هلا اول شيء بدنا فور لوب s1.let. هلا هاي فور لوب لحتى تمشي على الكاركتر ونحط كل كاركتر نحطه جوا الستاك. تمام، هلا بدنا نحط كل كاركتر جوا الستاك. في ميثود بالستاك اللي هي بوش، جوا البوش بدنا نضيف كل كاركتر جوا السترينج بدنا نضيفه على الستاك. s1.child للاي، هيك رح يلف على كل سترينج ويحط كل كاركتر جوا الستاك. تمام، هلا بدنا الكاركتر اللي بدنا نطلعه من الستاك بدنا نقارنه كاركتر مع الكاركترز اللي موجودين بالسترينج الثاني. اذا كانوا متساويين بالكاركترز معناها رح يطلع نفس السترينج، يعني رح تطلع نفس الكلمه بالعكس، يعني رح يطبع نو يس. اذا كانت غير هيك رح يطبع نو. تمام، بدنا فور ثاني. هلا هاي الفور اللي حتلف على الستاك وتطلع منها كاركتر كاركتر. تمام، هلا احنا بدنا نقارن الكاركترز مع بعض. s.pop بتطلع لنا الكاركتر من الستاك، بدنا نقارنها مع الكاركتر اللي موجودين جوا السترينج، يعني بنعمل s.pop.equals بنعمل s.pop.equals لشو للs2.chart للجي. هيك رح ياخد كل كاركتر من السترينج الثاني ويقارنه مع الكاركترز اللي موجودين جوا الستاك. طبعا كيف رح نعرف انه تقارن كل الكاركترز اللي موجودين بالسترينج الثاني مع الكاركترز اللي موجودين بالستاك؟ بدنا نعمل كاونتر لحتى يعد كل كاركتر قارنه، واذا طلع الكاركتر نفس اللينث للسترينج الثاني يعني هيك الكلمة هي نفسها الكلمة اللي موجودة جوا الستاك، معناها بنعرف كاونتر وبنعمل هنا بلس بلس للكاونت. تمام، هلا بدنا نشوف اذا الكاونت بيساوي اللينث للكلمة. إذا كان بيساوي اللينث رح يطبع يس. إذا كان ما بيساويها رح يطبع نو. وهيك بخلص الكود. نشوف الكود من أول وجديد. أول شي عرفنا ستاك، ستاك حكينا رح ندخل فيها الكاركترز، يعني عنا هاي الكلمة رح ندخلها، هاي الكلمة رح تدخل بالعكس. هلا الكلمة اللي بتطلع من الستاك إذا طلعت الكلمة هي نفسها الكلمة الثانية المعكوسة، يعني الكلمة ترجمناها صح ورح يطبع يس. إذا ما طلعت نفسها رح يطبع نو. تمام، عملنا إذا اللينث للكلمة الأولى بيساوي اللينث للكلمة الثانية رح نشتغل الشغل، إذا ما كان بيساوي رح يطبع نو على طول. تمام، هلا عملنا فور لوب. الفور لوب هاي رح ضيف الكاركترز اللي موجودين بالكلمة على الستاك. تمام، بعد ما ضافتهم عملنا فور لوب تانية لحتى نطلع كل كاركتر ونقارنه مع الكاركترز اللي موجودين بالسترينج الثاني. تمام، هلا احنا قارناهم، اذا طلع عدد الاحرف هو نفسه عدد الاحرف اللي بالكلمة الثانية، يعني الكلمة هاي هي نفسها هاي الكلمة. تمام، عملنا الكاونتر وقارنا الكاونتر مع الاس 2 دوت لينث، اذا كان نفس العدد بيطبع يس، الس بيطبع نو. تمام، نعمل رن البرنامج، نعمل كوبي. هي طبع يس. طبعا هو نعمل سبميت للبرنامج.
نعمل سبميت اكسبتد. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، وكانت معكم عنود عبد من سولفر تو بي، وان شاء الله بشوفكم بفيديو تاني.